مش سهله، بس همش المعنويات تطلع عاليه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ان شاء الله. احنا زي ما بنعرف الجيش العربي ما شاء الله احنا دائما بنقوم بالواجب، اقل شيء بنقدر نعمله انه نحاول نساعد اخواننا في غزه وفلسطين، فاكيد بدنا نعمل اكثر دائما، بس انتم ما شاء الله يعني فرصه انكم تساعدوا الناس ونقدم الشيء اللي هم محتاجينه ان شاء الله. كلنا فخورين فيكم وراح نتابع كل الامور اول باول، اهم شيء التنسيق بيناتكم والمعنويات تضبط ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله نشوفكم قريب ونحكي معكم.